استطاعت أن تفوز في أن الكل سيتساوى بعشرة نقاط. دلجادو إلى باري، باري كنترول، باري يضرب، الجزيرة يعود مبكرا ويقلص الفارق. هي أول لمسة للبديل، الجزيرة يريد التعديل، الفورميلا تريد أن تنطلق أيا كانت هذه البركان والبراكين هنا في عجمان. أيا كانت الظروف والصعوبات، الله على دلجادو والصناعة، الله على باري الهداف من لمسة، رابع أهدافه في الدوري، خذها بصدره واطلقها بيمناه، يسجل هدفا يقلص من خلاله الفارق. الجزيرة يرفض الخسارة، يرفض المفاجآت، ويحاول أن يعود إلى المباراة. انظر لكل شيء، أقولها بكل صراحة، قابلة لكل شيء، لكل شيء، لكل شيء، لأن الجزيرة ينجح في أن يصنع أي شيء حتى من اللا شيء، ينجح الجزراوية في فعل كل شيء. مدافعهم يسجلون كما يسجل مهاجموهم. عبد الله موسى الظهير يتحرك ويقلص الفارق. إنها قابلة للاشتعال، قابلة للانفجار، قابلة للانقلاب، قابلة للاحتمالات، قابلة لكل شيء في شوط الجنوب. أن يتذكر بأنه البطل هنا العجم عبد الله، وهنا شخصية البطل، هنا شخصية المتصدر، هنا شخصية الفورميلا. هو يوم جمعة وهو جمعة، لكن الجزراوية لا يعترفون بالإجازة، لا يعترفون بالتوقف، لا يعترفون إلا بالاستمرار. إنهم يعودون من بعيد لأنهم يعرفون كيف يعودوا، إنهم يبحثون عن الانطلاق لأنهم لم يعد يرضيهم سوى الانطلاق. سواها جمع عبد الله، المدافعون يعودون ويدافعون عن صد فرصة قبل أن يعادل الجزيرة، فرصة لا تهدر حقيقة. الآن نشاهد كرة ثابتة لدلجادو، نظرات لجيفارا الأرجنتيني، نظرات الآن عن طريق دلجادو، عرضية عالية راسية، يا رب عدت عدت، والجزيرة يعدي، والجزيرة ما يهدي، دورينا يتوقف ولا ما يتوقف؟ الجزيرة ما يتوقف، ما يتوقف، في جولة ورا جولة، في مباراة ورا مباراة، المدافعين الثلاثة جابوا النقاط الثلاثة حتى الآن، حتى الآن هجومهم يسجل ودفاعهم هجوم، دفاعهم هجوم. عدت يا علي ربيع، عدت يا علي ربيع، إنه ربيع الفورميلا، ربيع الفورميلا. الله على الارتقاء، الله على الارتقاء، الله على الكرة العرضية. شوف لوكاس نيل يقول عبد الله موسى وجمعة عبد الله مبحثا عني.